بتصوتي ليه لولي؟ مين اللي ضايقك؟ عمل فيكي ايه يا عمر؟ الله 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 الله، ايه العروسه الجميله اللي نايمه في السرير دي؟ والسرير ليه بالونه؟ هو السرير ده بيطير في السماء؟ اوه، الحاجه دي معاها ايه؟ ايه ده؟ ده البان. تيجي نجيب لها ازازه بيبسي كبيره ونحط فيها من اللبان ده علشان تعمل فوران كبير كبير، ونعمل مفاجاه لجنة ورؤى. موافقه؟ طيب بصي، انا هدي الشنطه دي هديه لجنة، انت بقى هتدي الرؤى هديه. ايه ده النونه الصغنطوطه؟ اوه، مين اللي خرم راسه كده؟ جنة اللي عملت كده فيه؟ طب فين هي علشان نضربها؟ شايفة رؤى الجميلة الحلوة المؤدبة دي؟ ازيك يا رؤى، عاملة ايه؟ انا لولي بتحبك وجايبالك البونبونية دي بطعم البرتقال. اهي، انتي خرمتي راس النونو ليه يا بنتي يا جنة؟ ماشية، ده انا همسكك اضربك. ده بص انا جايبالك ايه اضربك بيه؟ هضربك بيه علشان انتي ما بتسمعيش الكلام. وبصي كمان، دي لعبة حلوة، دي هتدي دي لجنة ولا لرؤى؟ لا، لرؤى. اتفضلي يا رؤى، شيلي اللي بتحبك. طب والبزازة؟ خدي يا رؤى. مش هتدي جنة حاجة خالص. يا عيني، زعلت يا لولي، صالحيها بقى، اديها حاجة واحدة بس. واحدة هتديها ايه عشان ما تزعلش؟ ايه ده، بالونة جميلة، فرحت بيها جدا، شكرا لك يا لولي. ماشي يا حبيب، تعملي لنا لايك بقى يا لولي لعالم دهب، عشان عالم دهب قناتك الجميل. لا، انت مش عايزين بنتك بقى، عشان احنا خلاص خلصنا الفيديو. باي باي.